مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة هنكمل تتبعة للفيديو للبنت الحنطية. النهاردة هنعمل للبنت البيضاء القسم الأول للبنت البيضاء، والقسم الثاني للرجالة اللي لون بشرتهم بيضاء. يعني الفيديو ده للرجالة وللستات، مش ليكي والشريك بتاعك، عشان تكون الأمور واضحة، لأن في رجالة كمان لموني أني ما بعملش فيديوهات ليهم خاصة بالرجالة. يلا هنقرأ على الكروت أولا. يلا نضمر النية على البنت اللي بشرتها بيضاء في قراءة عامة روحانية تشمل العمل، المال، الصحة والعاطفة. يلا نقسم الكروت. قولي ورائي: قلبك وعقلك وما أعطاه إياه لك ربنا سبحانه وتعالى. قلبك وعقلك وما أعطاه إياك ربنا. قلبك وعقلك وما أعطاه إياك ربنا. عندك مبلغ من المال مش كبير كتير، وأوراق بتستنيها هتتحصلي عليها في الأيام المقبلة إن شاء الله بمساعدة الرجل الأبيض الطويل العريض الأكتاف، أو هتلقي في الأيام المقبلة إن شاء الله هدية أو مبلغ من المال من عند رجل بشرته بيضاء وهو طويل القامة. أحط الكروت كده عشان تكون واضحة ليكم. البنت الست اللي متجوزة مع رجل أبيض، غالبا يا إما أنت الزوجة التانية يا إما أنت الزوجة الأولى. غالبا أنتم في مشاكل أو هتحصل لكم مشاكل، للأسف هتنقطع العلاقة بسبب عمل عمل ما بينكم من طرف ست تانية، لأن الرجل ده عنده طرف تاني في يعني في حياته، سواء زوجة تانية أو الوالدة بتاعته. في تدخل من طرف ثالث ما بينك وبين الرجل الأبيض، عفوا، في تدخل ما بينك وما بين الرجل الأبيض اللي معاكي في العتبة، نفس العتبة يعني اللي متجوزين، هيتدخل يعني بأمور روحانية بتاع سحر كده عشان يفرق ما بينكم. وللأسف حاولي إنك تستدركي الأمر عشان ما تحصلش يعني الانفصال ده. غالبا اللي بتستنى عقد عمل، عندك عقد عمل او يعني تنقل من عمل لعمل، او تغيير مكتبك من مؤسسة لمؤسسة. ردي بالك عشان في الشغل بتاعك اللي الستات اللي بيشتغلوا في امرأة سمراء البشرة ما بتحبلكيش الخير، هي متفاهمة مع واحدة سمراء زيها أو حنطية البشرة، مش ما بيحبوكوش في الشغل ده، يعني في المكان اللي بتشتغلي فيه. غالبا يعني الست السمراء الأولى هي إما رئيسة مصلحة يا إما رئيس يعني مديرة الشركة بتاعتك، أو هي المسؤولة عليكي في الجناح اللي بتشتغلي فيه. فردي بالك هي اللي وقفالك بالمرصاد أمام تحقيق الأمنية بتاعتك، يا إما في يعني في ارتفاع رتبتك في العمل أو يعني ارتفاع في الراتب. في ايه كمان؟ الستات اللي عاوزه تسافر، الستات البيضاء البشره اللي عاوزه تسافر وانت بتستني رد على السفر بتاعك، للاسف هو مطول شويه. هيساعدك في السفر ده الرجل الحنطي الطويل القامه عريض الكتفين اللي بيشتغل، يا اما يشتغل شغلانه بايده، يا اما مهندس، يا اما مهندس معماري، يا اما كهربائي او ميكانيكي او حاجه زي كده.
إذا كنت أنت بعلاقة مع رجل أسمر أكبر منك سنا، وغالبا الإنسان ده متزوج وأنتم منفصلين أو متباعدين، في رجوع ما بينكم إن شاء الله، ما بينك وما بين الرجل الأسمر ده اللي هو متجوز مع الست الحنطية دي، اللي يعني بتعمل له أعمال سحر عشان تخليه معاها في بيت الزوجية بتاعتهم. إذا كنت بتستني الرجل الحنطي اللي أنت منفصلة معاه، غالبا أنت بتحبيه أكتر مما هو بيحبك. الإنسان ده دلوقتي مش حاطط في رأسه الرجوع، وخاصة إذا كنتم يعني عندكم علاقة على الإنترنت، يعني بتتواصلوا كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أو الرسائل أكتر ما إنكم تتلاقوا مع بعض في مكان واحد. هو دلوقتي مش عاوز يرجع، يعني مش عاوز يرفع البلوك اللي ما بينكم، وغالبا هو متزوج أو عنده علاقة مع ست سمراء وهو في بلد آخر. في حظ كمان لبعض الستات اللي لون بشرتها بيضة في الحصول على عتبة جديدة، في عتبة جديدة في طريقك إن شاء الله. عندك تنقل من عتبة لعتبة، يا إما تغيير بيت، يا إما كراء بيت آخر، يا إما شراء بيت آخر. وعندك كمان إرث حتى هيدخلك عن طريق يعني وفاة أحد المقربين ليكي. فمن فضلكم بين قوسين، الناس بيقولوا لي ليه بتقولي على الوفاة وحاجات دي حاجات كتبها ربنا، وأنا الحاجات اللي بتقولها الكروت بقولها، يعني مش أنا اللي هوقف وفاة أي شخص من الأشخاص، لنكون يعني في نفس الاتجاه. في ايه كمان؟ الستات البيضاء اللي هي مريضة وعاوزة تسافر عشان تتعالج بالخارج، عندك سفر ان شاء الله، بس ردي بالك من المخادعين اللي عاوزين يخدعوكي في امور للتحضير، يا اما ملف يا اما ورقة انت محتاجة ليها عشان تسافري. عندك سفر فتريثي إن شاء الله هتحققي أمنيتك للسفر بسبب المرض ده اللي عندك، وانت ناوية يعني تسافري عشان تحقق الأمنية بتاعتك على إنك تتعافي في صحتك وتتغير أحوالك الصحية. بعض الستات عندهم نوع من الكارما راجعة عليهم، البشرة البيضاء، لان زي ما نقول احنا في الجزائر النخله بديالك، يعني الاصل بتاعك ما يسمحش انه ولا نقطه حرام تتعمل في العيله، يعني في العرق الاصلي بتاع العيله. فهنا انت بورقه يعني في بيتك مع ورقه الحرام دي موقفه عليكي كل حظ يدخل حياتك، فحاولي يعني ترجعي لربنا ان شاء الله، وما تعمليش حاجات ما ترضيش ربنا. غالبا واقفين في طريقك للجواد، الجواد اللي معاكي، انت انسانه روحانيه، البعض منكم انت انسانه روحانيه واقف معاكي الجواد، مسهلين لك امورك، الحاجات اللي انت عاوزاها مسهلهم لك، يعني بيساعدوكي على انك تتحصلي على الحاجات اللي تحبيها، بس يعني في بعض العراقيل بسبب زي ما قلت لك الورقه دي اللي بتقول انك يعني عملتي حاجات مش كويسين ما ترديش ربنا، فحاولي ارجعي لربنا ان شاء الله. في ايه كمان؟ اذا انت منفصلة مع الرجل الاسمر اللي في بلد اخر او بعيد عليك في المسافة، للأسف حاليا هو مش عاوز يرجع، مش حاطط في عقله الرجوع، لانه هو دلوقتي مهتم بمشروع جديد بيحضر له، لما يخلص المشروع ده هيفكر على انه يعمل بداية جديدة معاكي، بس هيكون حيران ازاي هيكون يقدر يقنعك على انه عاوز يرسم علاقته معاكي ويشرح لك ليه هو انسحب من حياتك. غالبا ده كل اللي ظهر لكم دلوقتي. دلوقتي هنمر للرجل الابيض، ننزع الصورة بتاعته. هنشوف التوقعات بالكارتة المغربية
للرجل الأبيض. يلا وما تنسوناش يا جماعة الخير، حتى اللي الناس اللي عاوزين يتجسسوا يعني على الرجالة اللي لونتهم اللي لون البشرة بتاعتهم بيضاء، وما تنسوناش يا جماعة الخير بدعم القناة بالاشتراك والقرع على الجرس ليصلكم كل جديد منزل، وخاصة إشعارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على أسئلتكم. يلا نقرأ على الكروت. يلا نضمر النية للرجل الأبيض اللي بشرته بيضاء. ايه ده؟ ايه ده؟ كطاقة عامة للرجل الأبيض، غالبا انت مسؤول على عيلة، ربما الوالد توفى وعايش مع اخوك وامك ومعاكم يعني اخت صغيرة كده، فعندك يعني امورك انت دلوقتي بتمر بأزمة مالية وامورك معطلة، يعني ظهرت هنا المسؤولية الكبيرة اللي على عاتقك بعد وفاة ابوك ووجود امك واخوك واختك الصغيرة، وانت دلوقتي حيران في المسؤولية دي الكبيرة اللي عندك. ده هو تفسير الكروت اللي سقطت. نخلطها مرة تانية. يلا. قل قلبي وعقلي وما أعطاني إياه ربي، قلبي وعقلي وما أعطاني إياه ربي، قلبي وعقلي وما أعطاني إياه ربي. البعض زي ما قلت لكم توفيت الوالدة أو الجدة أو الزوجة مؤخرا، وأنتم دلوقتي بتحضروا على يعني بتستنوا أوراق يعني تتحضر يعني تحضر. أنتم دلوقتي وراء تحضير أوراق بتخص وفاة امرأة في العيلة. الورقة دي هتجيلكم اللي هي معطلة أموركم. أنت فين أيها الرجل الأبيض؟ أين أنت؟ مستخبي فين؟ أهو. زي ما قلت لكم الورقة اللي أنتم بتستنوها جاية لكم إن شاء الله، وخاصة اللي بيستنى فلوس تتحول لرصيده من طرف رجل حنطي أو رجل أبيض البشرة زيكم، نتج عن خلاف بما يخص وفاة حد في العيلة، ويعني الفلوس دي حق ميراث هيرجع لك إن شاء الله. هتتحصل على الورقة دي اللي هتقدر عن طريقها إنك تتحصل على الفلوس دي والتركة دي اللي من حقك إن شاء الله. حاول البعض منكم من اللي اتكلمت عليهم دلوقتي يعملوا تحري أكتر ومفصل، لأن فيه تركة أخرى للإنسان أو الإنسان المتوفية دول عندهم يعني تركة أخرى في بلد آخر أو في مدينة أخرى. حاولوا تدققوا في التحريات عشان تتحصلوا على التركة بأكملها وحقكم يعني يكون أكبر وحصتكم تكون أكبر. بعض الرجال البيضاء البشرة اللي عنده بشرته بيضاء، انت عندك امنية وعاوز تحققها، في حظ كبير على انك تحقق الامنية دي، وخاصة في ارتباطك مع الست البيضاء دي، يعني عشان ترسم علاقتك، هترسم علاقتك ان شاء الله معاها، هيكون يعني الرد والتسهيلات في الامر ده.
عندك كمان يعني تغيير عتبة أو شراء عتبة جديدة، وغالبا يعني ما بين التركة اللي هتدخل لك الناس اللي قلت لهم إنه عندهم وفاة وعندهم مشاكل في الميراث، هيكون في حقك عتبة ونصيب من المال زي ما نشوف هنا، وعندك نصيب كمان من المال زي ما قلت لك. حاول تعمل تحريات في مكان آخر، في مدينة أخرى أو في قرية أخرى أو محافظة أخرى أو دولة أخرى كان بيروح ليها الأب أو الأم المتوفين، عندهم فلوس هناك، في فلوس هناك، في حاجات هناك بتخصهم. يعني لو يعني توصلت ليهم هتقدر كمان تورث منهم أنت كمان. الرجالة لون البشرة بتاعتهم بيضاء، إذا كنت أنت منفصل مع الست السمراء دي واللي هي من بلد آخر وأنت مختلف معاها ربما في أمور مختلفة، في حظ كبير على أنها هترجع وتتفاهموا على المشكلة اللي كانت ما بينكم إن شاء الله. فيما يخص السفر عندك 3 نقاط، يا إما 3 أشهر يا إما 3 أسابيع كحد، 3 أسابيع أو 3 أشهر كحد أقصى، هتجيلك يعني هتتحل الأمور قدامك عشان تقدر تسافر. فيما يخص الشغل، في أمور معطلة شغلك بس هتتحسن تدريجيا وهتتحصل على الشغل اللي انت كنت بتفكر فيه او دمرت عليه او حطيت وثائق عليه، وهتكون يعني فرحان للانفراجة دي اللي هتساعدك فيها البنت الحنطية دي. في ست حنطية هتقف معاك وتساعدك فيما يخص العمل. الست الحنطية دي بتحبك، بس انت قلبك مايل للست اللي لونها بشرتها بيضة، والست الحنطية دي عشان تعرفها مين، هي اما ارملة يا اما مطلقة عندها صبي يعني حجرها، يعني عندها اطفال وعندها نفوذ كمان. انتم كمان عندكم ملوك وجوات، يعني عندكم روحانيات عالية واقفين معاكم، وبس المرحلة اللي قضيتوها يعني الشهور دي اللي فاتت أو الشهر ده والأيام دي مرحلة صعبة جدا أنتم فيها، حالكم توقف تماما، بس يعني هيتحسن تدريجيا بعد 3 نقاط كده، بعد 3 نقاط هيتحسن إن شاء الله. في فلوس هتدخل لكم من يعني من مكانين من جهتين، وزي ما قلت لكم يعني الحظ هيكون حليفكم بعد 3 نقاط كده، هتتغير الأمور الصعبة اللي انتم بتقضوها دلوقتي إلى أمور أحسن منها، وهتقدروا يعني تحققوا الأمنية الغالية اللي على قلبكم. إذا كنت أنت عندك مشكلة مع يا إما في علاقة يا إما مع زوجة وانتم دلوقتي في صدد الطلاق وكل حاجة، فهيتم الطلاق البعض منكم، الست هي اللي عملت لكم الخلع ده، يعني عملت خلع مش طلاق، مش انت اللي اتطلقت بس الطلاق جه من ناحيتها هي. عفوا. واللي ضامرين زي ما قلت لكم على سفر، عندكم سفر عن قريب ان شاء الله هتساعدكم فيه انسان امرأة مش رجل. هديلكم تقريبا امتى هتتحسن الامور عندكم. انتم زي ما قلت لكم عندكم وفاه في يعني توفي حد من العيله، ويعني وانتم دلوقتي في نزاعات مع الاسره لاخذ حقكم في الميراث، بس لما هتسمعوا بوفاه حد اخر من العيله وبعديها تبدا تتحسن اموركم تدريجيا ان شاء الله. البعض منكم مصاب بالعين والتبعه، والبعض عنده يعني نوع من السحر المستقطب، يعني الجسد بتاعكم بيستقطب اي سحر حتى ولو ما كانش معمول ليكم، يعني بعض الاكسات هي زي المغناطيس بتجذب ليها الاسحار. فحاولوا يعني تعملوا مرة على مرة او مرة في السنة نوع من تنظيف الشاكرات والجسم عن طريق عملية نزع السحر لتنظيف الجسم والروح ان شاء الله.
إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أطلب منكم من فضلكم أنكم تدعموا القناة بالاشتراك والقرع على الجرس، لأن القناة الرئيسية بتاعتنا قد سرقت للأسف وضاع سنة كاملة من الإتعاب والعمل. شكرا لانتباهكم، وإلى الملتقى. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.